ايه اللي يخلي نادي الزمالك بيتغلب بيواجه النادي الاهلي السنه دي ثلاث مباريات في توقيتات مختلفه؟ في الدور الاول بيتغلب 3-0، في الدور الثاني بيتغلب 4-1، في مباراه السوبر بيتغلب 2. اذا 9 اهداف النادي الاهلي بيسجلهم في 3 مواجهات امام نادي الزمالك، في المقابل نادي الزمالك بيسجل هدف واحد بس. ايه الفارق الكبير ده؟ بص هقول لك على حاجة ومين بالنسبة، اللي يتحمل مسؤوليته؟ لا بص هقول لك على حاجة، أصل ما تربوش في النادي، أنت فاهم؟ إحنا كنا بنقاتل، يعني أنا النهاردة مثلا وأنا بلعب في مباراة بنزل بأقاتل، في فرق بين القتال في الأداء، فعندك يعني مثلا أنا داخل أعمل تاكلينج مش فارق معايا رجلي هتحصل لها إيه، مش فارق معايا انا رايح هوصل ليه، بس انا فارق معايا ان انا امنع الهجمه. يعني انت فاهم، في روح بتعتمد على ان انا دايما كنت بحط نفسي في موقف اللي هو تضحيه علشان خاطر امسك الكوره بقدر الامكان، يعني وكلها الحمد لله معظمها، يعني انا قليل قوي الفاولات اللي كانت على ال 18، يعني حتى لما جه كابتن الجوهري واخدنا في المنتخب بياخد اللعيبه اللي كانت بتعمل اقل اخطاء في منطقه الجزاء على 18، طبعا ال 18 او ضربات جزاء او الحاجات دي كلها. فما من الراجل يعني يعني مثلا في اخطاء ممكن اكون اخطا بس عددها قليل، انت فاهم؟ النهارده لما تيجي النهارده بص غير كده يا هشام، انت كنت احسن مساك ساعتها في مصر، فازاي كنت انت ساعتها احسن مساك في مصر؟ ازاي مش هياخدك؟ حتى لو بتعمل ضربات جزاء بتعمل، بس انت كنت في الوقت ده انت رقم واحد في الحته دي. اه طبعا. فكان بياخدك عشان مش سواد عيونك، لا عشان ان انت فارق وان انت معدي اي حد، لان هو الكابتن جوهري كان من نوعيه لو لقى حد احسن منك هيجيبه. ما بيستحملكش. عايز يصنع نجوم. واخد بالك؟ هو دايما كان عايز يصنع نجوم بره الاهلي والزمالك. طيب كابتن هشام برضو يعني ما انا بقول لك الحته دي عشان ما تربوش في النادي. ما انا بقول لك قبل كل شيء عشان حته الدفاع دلوقتي اللعيبه اللي موجوده ما عندهمش حد بيشتغل معاهم بيطلع الروح القتاليه. اتفرج على الجول الاولاني اللعيبه واقفه حتى الكره وهي داخله الجول ما حدش لام حد. يعني احساس اللعيب جوه الملعب، انا لو كنت موجود جوه في الملعب ده كنت زمان اكلتهم.